السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا دائما في سلسلة فروض المراقبة المستمرة، فروض المرحلة الثانية من الدورة الأولى، اليوم غادي ندير معكم فروض المستوى الخامس وبالضبط اللغة الفرنسية، وغادي نبداو بلا كومبريونسيون دو ليكري، يعني فهم المكتوب. دونك عندنا لو تيكست وعندنا لي كيسيون ديالو، غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. هنا عندي بزاف ديال الفروض كاملين غادي نديرهم إن شاء الله، كيخصوا المستويات الخامس والسادس، وكذلك باقي غادي نزيد فروض اخرى ان شاء الله، غير تبعوا القناه. مفهوم؟ اذا وكاشاره بالنسبه للفروض، هادو ماشي الفروض اللي كنديرهم انا للتلاميذ ديالي فقط، هي فروض يعني كنصاوبها باش نديرها لكم نتوما كتلاميذ، ولكن تقريبا بحالها غادي نديرها للتلاميذ ديالي. مفهوم؟ اذا غادي نبداو اولا، قلنا بلا كومبريونسيون دو ليكري، داكوغ، كومبريونسيون دو ليكري 5 اني دو لونسينيومون بريمير. اقترحت عليكم هاد النص هدايا للعنوان ديالو دون لا كور دو ريكرياسيون. سويفي افيك موا، جو في فولير، نقراو لو تيكست. دون لا كور دو ريكرياسيون Il est 10 heures. Les enfants sortent en courant et se dispersent dans la cour. Les enfants, chaque enfant sort son goûter et s'installe dans un coin pour le manger. Donc, il y a في ساحة المدرسة ou في ساحة الاستراحة على الساعة العاشرة. La cloche, يعني رن الجرس. Les enfants sortent en courant, يعني الأطفال خرجوا هما كيجريو. Et se dispersent dans la cour, وتفرقوا في الساحة. Chaque enfant sort son goûter, يعني كل طفل جبد الغوتي ديالو، جبد الماكلة اللي عنده. Et s'installe dans un coin pour le manger, وجلس واحد لو كوان باش ياكلو. Après le goûter, من بعد ما كلاو لو غوتي, les filles se regroupent pour faire des yeux de ronde ou sauter à la corde. البنات كيتجمعوا باش يلعبوا داك اللعبه ديال لاستيك ولا لاكورد. لي غارسون بريفير لي جو دو بورسويت. الذكور كيفضلوا الالعاب ديال الجرا دو بورسويت بحال كاش كاش. داكور. لي ماتر سيركول دون لا كور بور سيرفيي لي زونفون. الاساتذه كيدوروا في الساحه باش يحميو الاطفال. داكور، ولا باش يحضيو الاطفال. بيانتو لا كلوش سون. Oh, c'est déjà l'heure de retourner en classe, crient les enfants mécontents. Donc bientôt la cloche sonne, el jaras ran. Oh, c'est déjà l'heure de retourner en classe. Oh, de bel waqt dial dokhol el aqsam. Crient les enfants mécontents. El atfal machi farhani. Donc ma3sbin hit sonna el jaras. D'accord. Donc l'auteur de ce texte c'est Abdelkader Farhani. Huwa li ktab had el texte. D'accord. Aha, njawbou ala el as'ila, compréhension du texte. Donc adna 4 questions, sont très simples. Relève le titre du texte et le nom de l'auteur. Le titre, على العنوان ديال النص. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا بجمله مفيده. Le titre de ce texte est dans la cour de récréation. Dans la cour de récréation. D'accord. بالنسبه لو نون دو لوتور، اللي هو اسم الكاتب. داكوغ، اسم الكاتب ولا الراوي هو عبد القادر فرحاني. دائما كنوجدوه هنايا في لا سورس اللي هو المصدر. دونك لوتور، كنقول لوتور سابيل الكاتب مسمي، شنو مسمي؟ مسمي عبد القادر فرحاني. ني عبد القادر فرحاني. داكوغ، دونك لو تيتر اللي هو العنوان هو دون لا كور دو ريكرياسيون، لوتور سي عبد القادر فرحاني. داكوغ، لوتور سي عبد القادر فرحاني. نشوفو الكاستيون دو، او اي كون سو باس ليستواغ، اين ومتى كانت هاته القصه. داكوغ، ما اين ومتى. دونك هنايا، دونك او سي اين، يعني المكان اين، و كون سي سي الزمن، يعني متى. داكوغ، كنبحثو على لو طون. داكوغ، دونك او سي فين وقعت هاد الحادثة هنايا، فين وقعت هاد القصة. سي دون لا كور دو ريكرياسيون، يعني في ساحة المدرسة أو في ساحة الاستراحة. داكوغ، دون لا كور دو ريكرياسيون. دونك او سو باس لا سين، سي دون لا كور دو ريكرياسيون. مي بالنسبه متى وقعت هذه الحادثه ولا هذه القصه، هي هذه، هي دون لا كور دو ريكرياسيون. اي لي ديزور، اي لي ديزور يعني في العاشر. داكور، اي لي ديزور دو ماتان. داكور، ديزور دو ماتان، ها هي
À 10 heures. À 10 heures. C'est-à-dire le temps de la récréation. Waqtul istirah. Récréation. Comme récréation. Enfin, d'abord, la question 3. Question 3. Les garçons préfèrent les jeux. يعني الذكور شنو كيفضلوا اللعب ديالاش، واش اللعب ديال الفيديو يعني اللعب ديال التليفون والطابلت، ولا لعب دو بورسويت ستادير ديال المطارده، او لا سوتي على كورد يعني انهم ينقزوا على الحبل. داكوغ، دونك حنا قلنا ها هي في الفقره الثانيه كاينه هنا ابخي لو غوتي Les filles se regroupent pour faire les jeux de ronde ou sauter à la corde. Les garçons préfèrent les jeux de poursuite. Les garçons préfèrent les jeux de poursuite. كيعجبهم okay. الالعاب ديال المطارده بحال كاشكاش. داكوغ، ها هي. دونك هنايا غادي ندير علامه. داكوغ، غادي ندير علامه. الجواب الصحيح هو دو بوسويت. داكوغ، هذا هو الاجابه الصحيحه. داكوغ، دو بوسويت. Maintenant question 4. Pourquoi les enfants sont-ils mécontents؟ علاش هاد الاطفال مقلقين اولا معصبين؟ علاش؟ ها هما مقلقين. علاش؟ حيت لا كلوش سون. داكوغ، لا كلوش سون، ها هي الجرس رن. هما كانوا باقي لاعبين، ما عجبهمش الحال. دونك او سي ديجا لور دو روتورني اون كلاس كري لي زونفون مي كونتون. داكوغ، دونك نتوما كتلاميذ غادي تجاوبو بحال هكا، باسكو لا كلوش سون. داكوغ، دونك لي زونفون كري. Mes enfants crient. Pourquoi? Parce que la cloche sonne. Et en الجرس قد رن وهذا الوقت ديال الدخول. داكوغ، دونك هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو هذا ديال لا كومبريونسيون دو ليكري. في الفيديو الاخر ان شاء الله غادي نديرو الكونجيغيزون والغرامير، الى اننا نساليو ان شاء الله الفروض ديال المراقبه المستمره بالنسبه للمستوى الخامس والمستوى السادس ان شاء الله. ادعوكم لدعم القناه بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.